وللحديث عن الضربة الأمريكية والبريطانية التي استهدفت الميليشيات، ينضم إلينا عبر سكايب من ولاية فلوريدا الأمريكية الخبير العسكري العميد الركن وليد الراوي. سيادة العميد مرحبا بكم. يعني قرأتم القصف الأمريكي الأخير الذي استهدف مواقع ميليشيات الحشد، لا سيما المقصود هنا ميليشيا حزب الله في العراق، لكن هنا سيادة العميد، تعتقد أن هذه الضربة هي ضربة تأديبية أم ضربة استراتيجية يعني لها عمق وبعد يستهدف إنهاء والقضاء على الميليشيات؟ أهلا وسهلا سيادة العميد بالقناة الكريمة والمشاهدين الأفاضل. حقيقة هذه الضربة اللي قام بها الجيش الأمريكي أو قوات التحالف، لأن بريطانيا اشتركت بالضربة، نعم، على أثر ضرب معسكر التاجي، ومعسكر التاجي به ليس فقط قوات أمريكية إنما قوات بريطانية أيضا اللي هي ضمن التحالف الدولي الذي أسس بناء على قرارات مجلس الأمن لحرب داعش بعد اجتياح داعش لترك مساحة العراق عام 2014. حزب الله بالذات، كتاب حزب الله العراق، هي هذه ليس المرة الأولى التي تستهدف بها القوات الأمريكية والسفارة، إنما هذه المرة الثانية والعشرين. وبالتالي من البديهي أن القوات الأمريكية تدافع عن نفسها من سياق الاشتباك، يعني مبادئ الاشتباك أنه عندما يصير تعرض القطاعات أكيد هي من واجبها ترد. لكن نرجع الموضوع، هل هذا استراتيجي أم رد؟ بالمرحلة الحالية الآن هو رد على ما تم من 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 ضرب القاعدة الأمريكية بالتاجي، إلا أنه هذا جزء من استراتيجية كاملة للحد من قدرات كتائب حزب الله بالعراق العسكرية، حد من قدراتها العسكرية على القيام بعمل مستقبلي. نعم سيادة العميد، يعني هناك ربما تكون عشرات الفصائل من الميليشيات في العراق، لماذا يتم استهداف ميليشيا حزب الله تحديدا؟ حقيقة يعني ميليشيات الآن في العراق عندنا اللي قسم منضوية تحت راية الحشد الشعبي وقسم خارج سيطرته حوالي 73 ميليشيا، 8 ميليشيا الرئيسية اللي تعتبر الولائية التي هي تتبع ولاية الفقيه في إيران، وهذه اللي أطلق عليها تسمية مؤخرا أنه كتائب المقاومة الإسلامية العراقية. هذه الميليشيات هذه خارج سيطرة الحشد، يعني الحشد عندما قنن بقانون وصدر قانون واعتبر رئيس الوزراء القائد العام هو مسيطر، ليس لديه سيطرة على هذه الميليشيات الثمانية، نعم، ومنها رئيسي الجزء الرئيسي منه هو كتائب حزب الله، وبالتالي هي من قامت بهذه الأعمال. الحكومة ليس لديها سيطرة عليها وليست تستطيع إصدار أوامر أو يعني إيقاف أي نشاط مخل بالوضع الاستراتيجي أو الأمني في العراق. سيادة العميد، عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا حزب الله، خاصة في القصف الأمريكي الذي استهدفهم في منطقة جرف الصخر في محافظة بابل، لكن هل هذه الضربات المتوالية من قبل الولايات المتحدة وأيضا بريطانيا دخلت على الخط، هل ستؤثر هذه الخسائر على خطوات الميليشيات الحشد المقبلة؟ من المؤكد اولا حجم الخسائر، احنا طبعا كعراقيين ناسف لكل عراقي يذهب في اي عمليه صراع. اثنين، يجب على العراقيين ان يدركوا ان العراق يجب ان لا يكون ارض القتال انابه، بروكسي وورلاند، يعني هنالك صراع بين امريكا وايران ليكون خارج الارض العراقي. لماذا هذه الميليشيات تستخدم ارض العراق لتنفيذ السياسه الايرانيه على ارض العراق وبالتالي ضحيتها العراق؟ طبعا القصف هذا كان مركز، طبعا الامريكان عندهم قدره استطلاع ومعلومات كبيره جدا، يعني جو لهم اضافه الى امكانيات الاستطلاع الالكترونيه وما شاكل ذلك. طبعا هذه هتاثر على قدرتها، بس المعلن انه هذه ضربه جزء كمرحله من مرحله ضربات متعاقبه ستشكل استراتيجيه في الحد من قدره هذه الميليشيات في ضرب القوات الامريكيه وقوات التحالف الموجوده في العراق. طيب سيادة العميد، من خلال خبرتكم العسكرية، يعني نحن لسنا ضليعين في هذا المجال، مجال العسكري، لكن هل يمكن القول أن الولايات المتحدة دائما في مرحلة الدفاع عن النفس في العراق، لأن الميليشيات الموالية لإيران هي التي تبدأ الهجوم على المصالح الأمريكية، هل نعتبر أن الرد الأمريكي هو من باب الدفاع عن النفس وعلى المصالح الأمريكية في العراق؟ أعطيني دقيقة كمقدمة، أكو أمور يجب أن المواطن الكريم يسمعها ويعرفها. وجود القوات الأمريكية في العراق عبر مرحلتين، المرحلة الأولى اتفاقية الاستراتيجية الأمنية بعد انسحاب 2011، انسحبوا
وبقى دورهم الرئيسي تدريب، لكن بعد احتلال داعش، بعد اندفاع داعش والسيطرة على ثلث مساحة العراق وهزيمة للأسف ثلاثة فيالق، الفيلق اللي هو قيادة عمليات مستوى عمليات نينوى، أنبار، صلاح الدين، طلب رئيس الحكومة في وقتها نوري المالكي من الولايات المتحدة ومن مجلس الأمن بتشكيل قوة عسكرية لمجابهة داعش، وعلى ضوء ذلك شكل التحالف الدولي لقتال داعش في العراق. ومعلوماتي من خلال كثير من اخواننا زملائنا الضباط الموجودين بالخدمه، لولا الاسناد الجوي الامريكي للتحالف لم يستطيع لا الجيش العراقي ولا الميليشيات من تحرير كيلومتر واحد، وعليه وجودهم تم ضمن اتفاق. وبالتالي هنالك برنامج من القوات الامريكيه لاسناد القوات العراقيه اسمه سي تي اي اف، اللي هذا بال 2014 لغرض اسناد القوات العراقيه في قتال داعش، اذا وجودها موجود شرعي. نعم. سواء بالمرحله الاولى ل 2011 او بعد ما الحكم. بالتالي هذا من البديهي، اي قطاع عسكري يتعرض الى هجوم معادي من الطبيعي ان ترد وتدافع عن نفسها. طيب. سياده العميد، يعني هل نتوقع في ربما في الايام القادمه دخول بريطانيا على خط معاقبة الميليشيات كما تنتهجه الولايات المتحدة، خاصة بعد تصريح لندن عن الدفاع ضد هذه الأعمال وبالتالي محاسبة المسؤولين؟ هل نتوقع ربما في الأيام المقبلة أن تكون بريطانيا على خط الأزمة بشكل مباشر وبالتالي هي من تحاسب وتعاقب المسؤولين عن الضربات الميليشياوية ضد القواعد الأمريكية والبريطانية؟ بالنسبه للهجوم اللي تعرضت الى القاعده التاجي، نعم، هو هجوم تعرض له قوات التحالف وليس القوات الامريكيه فقط. طيب. والدليل قتل جندي بريطاني، هذا الامر الاول. طيب. الامر الثاني، من يقول انه بريطانيا ما اشتركت بالضربات هذه؟ بريطانيا ايضا اشتركت بهذه الضربات لانه عمليه مشتركه تمت بين قواتين. القاعده التاجي هي قاعده لقوات التحالف وحتى بها قوات عراقيه، نعم، وليس هي قاعدة خاصة بالقوات الأمريكية. فطبعا من 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 واجب الدفاع عن النفس، من البديهي أن القوات البريطانية تشترك في الأعمال مستقبلا إذا لم تكن اشتركت أساسا في العملية يوم أمس. طيب سيادة العميد، هناك حديث يعني منسوب للقيادة المركزية الأمريكية بشأن تدمير القدرة التسليحية لميليشيا حزب الله تحديدا، هل يعني نفهم من ذلك أن الحرب بين الطرفين أصبحت حقيقية أم أنه من المبكر الحديث عن ذلك؟ التصريح واضح جدا أنه الحد من قدرتها، لأنه لاحظنا كتائب حزب الله العراقية من قامت بالتعرض العام الماضي والسنة وأكثر من 22 مرة تعرضت. نعم، هنالك جدية في عملية الحد من قدرتها العسكرية وعدم إمكانيتها مستقبل القيام بأي عمل ضد قوات التحالف في العراق. سيادة العميد، أنت ذكرت بأنه يعني بعد سيطرة تنظيم داعش على مساحات شاسعة من العراق في عام 2014، الميليشيات ربما شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر مع الجيش وأيضا الشرطة الاتحادية في الحرب مع ضد تنظيم داعش، لكن هذه الميليشيات كانت يعني متعاونة مع الطيران الأمريكي، حيث أن الطيران وفر لها غطاء جويا في معاركه ضد تنظيم الدولة. هل الآن يعني أصبحت الأمور ربما تكون هناك بعد أن كانت صداقات وعلاقات متبادلة، علاقات عسكرية، الآن أصبحت هناك بين الطرفين عداء وربما يقود ذلك إلى حرب مفتوحة بين الطرفين؟ هو موضوع مو موضوع تعاون يعني كان بين الميليشيات والقوات الامريكيه. نعم. مثل ما ذكرت انه بعد اندفاع داعش وسيطرته على محافظات مهمه في العراق وهروب قاده الجيش في عمليات نينوى وصلاح الدين والانبار، تم طلب من الحكومه العراقيه لاسناد الحشد الشعبي. نعرف انه تم يعني هنالك ميليشيات مؤسسه مشكله اساسا حتى قبل الاحتلال. نعم. منها فيلق بدر وجماعة حزب الدعوة. ولو نرجع القرار رقم 91 اللي أصدره بريمر، أعطى الصلاحية لسبع ميليشيات منها ميليشيا حزب الله العراق
أن تكون جزء من المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية. فالقوات التحالف عندما ساندت الجيش العراقي والقوات الأمنية والعسكرية منها الشرطة الاتحادية والمحلية وحتى منها الميليشيات في قتالها ضد تنظيم داعش، هذا ضامن من مرحلة اللي هي نسميها كاونتر اتاك، ضد يعني هجوم المقابل، حرب ضد داعش. لكن ما بعد ذلك اللي حدث أنه بالذات ميليشيات كتائب حزب الله هي من بدأت تصعد من عملية المواجهة ضد القوات الأمريكية اللي هي أساسا مثل ما ذكرنا هي موجودة بشكل شرعي، الحكومة طلبت وجودها ضمن قوات التحالف لقتال داعش. طبعا هنا إذا استمر عمل هذه الميليشيات وخصوصا الميليشيات الولائية في ضرب القوات الأمريكية وقوات التحالف، طبعا من البديهي هنالك حتكون طبعا مو حرب مفتوحة بمعنى العام، إنما هي حرب محدودة، لأنه هذه حرب تكون كل حرب مع داعش، أيضا حيكون هنالك تصدي طبعا. من ولاية فلوريدا الأمريكية الخبير العسكري العميد الركن وليد الراوي، شكرا جزيلا لكم.